يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف نجمع بين فعل الإمام مالك رحمه الله في طرد المتنطعين والمبتدعة وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم حيث إنه لم يطرد المنافقين والكفار من مجلسه؟ ما أظهروا شيء، كفار المنافقين ما أظهروا شيء، ما أظهروا شيء، ولا سألوا وساءوا في حق الله سبحانه وتعالى. هذا أساء في حق الله، بل إنه سب الله عز وجل بقوله كيف استوى.